خلينا نفهم مزيد من التفاصيل من خلال انضمام سعادة السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك سعادة السفير. صباح النور أستاذ باسم. صباح النور أستاذ هيارة. صباح الخير على حضرتك. الحقيقة سعادة السفير أنه وإحنا بنتابع ما يحدث في قطاع غزة مازال هناك إصرار ومازال الحديث من جانب إسرائيل والقيادات الإسرائيلية على الاستمرار في خطة الهجوم البري على رفح من الجانب الفلسطيني، وبالتالي مصر كررت هذا الأمر مرارا ويعني احتفاظا بحقها في الحفاظ على أمنها القومية، حفاظا على القضية الفلسطينية، حفاظا على تصفية القضية الفلسطينية. كل هذه الأمور يعني خلت مصر تقول في تصريحات واضحة وفي أكثر من مرة أنها لن تقبل بأي محاولة للتهجير القسري. السؤال هنا عن خطورة عدم النظر لهذه التصريحات وأخذها بمحمل الجد، ومصر تملك كل المقدرات أنها تستطيع بها الحفاظ على أمنها القومي يا سعادة السفير. خلونا الأول نتمنى على كافة أطراف الضلع في هذا التصعيد الأخير أنها تراعي ضبط النفس وأنه يتحول الأمر إلى مواجهة في ساحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأنه الإدارة الأمريكية تقدر أنها تفرض إرادتها في عدم تصعيد الموقف أكثر من هذا. خلونا نقول برضو أنه الأطراف اللي كانت ضلع مباشرة في هذا التصعيد كل بتصور أنه هو حقق أغراضه، وأتصور أنه يتم التوقف عند هذا الحد بصرف النظر بقى عما يظهر من تصريحات هنا وهناك، لأنه إسرائيل تحولت بهذا الشكل من صورة الجلاد إلى صورة الضحية، وأيضا الجانب الإيراني بيحاكي الداخل الإيراني وبيرسل رسالة أنه إحنا مش هنقدر نستمر ومش هنقبل أننا نستمر في أننا نمارس ضبط النفس على العربدة بتاعة إسرائيل واستهدافها الأهداف الإيرانية في المنطقة. إيران أيضا بتؤكد أنها أصبحت قوة إقليمية يحسب لها، وأنها ممكن أنها تطال الداخل الإسرائيلي إذا ما تجاوزت الأمور حد معين. الولايات المتحدة أيضا بتواجه الرأي العام الأمريكي بعد ما تأزمت الأمور بينها الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. احنا سامعين دلوقتي أنه الحزب الجمهوري بيتجه إلى نقول الكونجرس الأمريكي إلى العودة للنظر في دعم إسرائيل عسكريا بشكل أكبر، وبالتالي كل واحد بيحقق نتائج وأهداف معينة، إنما على حساب الأمن الأقليمي. نعم، على حساب مصالح الدول الأخرى، الدول الجوار وشعوب هذه، وعلى حساب الدول ذاتها. سيادة السفير، هي ليست بمنأى عن الضرر الذي سيلحق بها في حال التصعيد، ومن المعطيات اللي حضرتك ذكرتها لو ممكن نسأل إلى أي مدى هذا التصعيد الذي حذرت منه مصر في البداية كثيرا وأصبح الآن يراه الجميع وقد يطال الجميع بتبعاته، إلى أي مدى قد يكون محركا للنظر في حل سلمي للقضية الفلسطينية، حل عادل وشامل، وأنه أصبح الآن ضروريا لسلام وأمان المنطقة ودول العالم أجمع؟ يعني أنا بشوف أنه إحنا مع هذا التصعيد يعني بننقل التركيز الدولي على القضية الفلسطينية إلى ساحة أخرى، إلى ساحة أكبر، إلى نزاع إقليمي محتمل بين إسرائيل تدعمها الولايات المتحدة والدول الغربية وخاصة بريطانيا، ومن ناحية تانية إيران وأزرعها في المنطقة. وبالتالي مرة تانية القضية الفلسطينية يعني بتخسر
الاهتمام الدولي والتركيز الدولي في الدفع في اتجاه انه يتم قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة، انه يتم الدفع في اتجاه وقف اطلاق النار في قطاع غزة والسماح بنفاس المعونات. انما انا شايف انه سيادة السفير حضرتك تقصد ان ما يحدث الان هو عوامل تشتيت يعني للبعد عن الامر المركزي وهو القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. والشيء الاخر كمان واللي احنا واعيين له عشان كده احنا سهرعنا على طول، اولا بنحذر، والسيد الرئيس له تصريحات عديدة على امتداد الفترة اللي فاتت بخصوص ضرورة السيطرة على الموقف الاقليمي وعدم امتداد نطاق النزاع وحرب غزة الى مناطق اخرى، عدم اقحام دول اخرى، حكومات اخرى، جيوش اخرى او ميليشيات اخرى في نزاع اقليمي ممتد، لان كل هيبقى خسران في هذه الحالة. انما للأسف انه الاستمرار في الضغط على سكان قطاع غزة بيحمل في طياته مخاطر الضغط على الشعب في هذا القطاع، والدفع به في اتجاه التهجير، تهجير قسري، تهجير طوعي، وده بيحقق يعني مصالح بعيدة المدى للكيان الإسرائيلي ومن يدعمونه. مصالح بعيدة المدى كثيرا ما تمناها ويحاول السعي إليها. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق.